خرج معتذرا عن أخطاء الماضي وكاشفا عن مخططات شيطانية تحاك ضد وطنه في الحاضر، وفاضحا أهدافا مستقبلية لتنظيم الحمدين وحلفائه في زعزعة أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها. إنه الداعية السعودي عائد القرني. في لقاء على فضائية روتانا خليجية، تخالفت الدين الإسلامي الوسطي الحنيف وكانت سبباً رئيسياً في موجة من التطرف والتشدد بالوطن العربي. أنا باسم الصحوة أعتذر للمجتمع السعودي عن الأخطاء التشديد أو التي خالفت الكتاب والسنة وخالفت سماحة الإسلام وخالفت الدين المعتدل الوسطي الرحمة للعالمين وضيقت على الناس. أعتذر للمجتمع السعودي باسم الصحوة جميعاً الغائب والحاضر. ومن هنا يأتي التساؤل، من المستفيد من انتشار ذلك التيار في المنطقة؟ وكيف تحول ذلك التيار إلى أداة تستخدم ضد المملكة العربية السعودية؟ إذا تعلق الأمر بالخراب والدمار وخيانة الدين والوطن، فابحث عن تنظيم الحمدين القابع على سدة الحكم في قطر، تنظيم يتحالف مع جماعة خائنة لا تؤمن بوطن ولا بوطنية، جماعة الإخوان الإرهابية. كلما ابتعدت عن دولتنا عندهم من زمان فأنت محبذ عندهم، بقدر ما تبتعد عن الدولة عندنا فأنت محبوب ومحبذ عندهم. كل مشهور سعودي، بعض كبار العلماء سافر هناك وشارك، بعض كبار العلماء، المشاهير الرياضة، مشاهير الفن، مشاهير الدعاة. الشيطان يكمن دائما في التفاصيل، ولعل تفاصيل سعي قطر لاستقطاب القرن وغيره من الدعاة يكشف بشكل واضح عن سياسة تنظيم الحمدين الهادفة لإثارة القلائل بين أبناء المجتمع الواحد. تاريخ 11 سبتمبر هنا دلالات كثيرة، فقد اختارت قطر ذلك التاريخ لاستقطاب الدعاة السعوديين سعيا منها لإلساق تهمة الإرهاب بالمملكة العربية السعودية، وهو ما عمل تنظيم الحمدين على ترسيخه في ذلك الوقت عبر أبواقه الإعلامية وعلى رأسها قناة الجزيرة. وقائع تكشف أن تنظيم الحمدين استهدف أمن واستقرار السعودية منذ سنوات عدة وقبل المقاطعة العربية لقطر، في أفعال تتسق مع المكالمة المسربة بين أمير قطر السابق حمد بن خليفة والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، والتي اعترف خلالها الركن الأول من تنظيم الحمدين بالتآمر على السعودية. تنظيم حمد وحمد الآخر أدمن دعم الإرهاب في كل حدب وصوب تصل إليه أياديه السوداء وتنتشر فيه أفكار حلفائه من الإخوانجية، ويسعى فيه لتحقيق أجندته الشيطانية مستخدما أبواقه المأجورة في تلميع حلفائه وشيطنة أعدائه، في واقعة جديدة تكشف حقيقة التحالف القطري الإخوانجي الغاشم.